طيب ابو عبد الله، على اي حال المتابع اللي يركز في الوضع الهلال يشعر يعني في الاعلام الهلالي احيانا، من قبل جمهور الهلالي احيانا، انه علامات عدم الرضا عن الوضع في الفريق هذا الموسم. يعني انت وانت تشغل منصب مدير عام للكره، كيف تعلق على هذا الراي؟ والله هل الوضع لهالدرجه يعني ماساوي مثلا في نادي الهلال؟ انا اسالك. ما اعتقد انه لهالدرجه ماساوي، يعني قد يكون انه مو مرضي على الوصف، بس ماساوي لهالدرجه ما اعتقد، لكن احس انه في اشياء ابعد من كلمه انه موسم سيء. فتلاحظ ان الفريق يعني في الدوري خسر مباراتين، خسرت مباراتين، اول مباراه امام الشباب في بدايه موسم لم يكن هناك اعداد ملاعبي المنتخب، وصول لاعبين متاخرين اللي هم المحترفين، ما كان استعدادنا يعني ذاك الاستعداد، مع ذلك خسرنا 2-0 من مباراه ما كانت يعني، كانت عندنا فرص وعندنا اشياء، لكن الهلال من بدايتها طلعت انا وتكلمت في مؤتمر صحفي وفنت اشياء معينه زعل عليه من البعض، سواء كان جمهور هلالي او انه كيف انت تقول لك طالبونا ببطوله هذا الموسم احنا نبني فريق، ما هو هذا اللي صاير الان. كل الكلام اللي ترجع الى المؤتمر الصحفي تلاقي ان الكلام تقريبا اقول لك 70% 65% 70% انه نفس الكلام قاعد يحصل، لكن الفريق خرج بطوله كاس ولي عهد، وهي احد بطولات من احد البطولات المحليه، الى تقريبا الجوله قبل الاخيره واحنا ممكن نكون ابطال الدوري، ولازم يعني انا مرضو حتى على موقع التواصل في تويتر كتبت انه اتذكر نقاط التعاون والنقاط الرائد 1-1 في الرياض، لو حصلنا عليها هذه 4 نقاط كان احنا والشباب متصدرين، هي المباراة الأخيرة هي الفيصل، تعادل الشباب مع الأهلي واحنا فزنا على الاتفاق نكون احنا أبطال، لكن احنا تعادلنا مع الاتفاق لأنه الوضع لازم يصير كذا، من حصل على الدوري يستاهل، عمل جهد جبار، إعداد ممتاز، أجانب على مستوى من بداية الإعداد، مدرب اختيار مدرب قبل نهاية الموسم اللي طاف، أنا أكلم لك على الشباب، هذا ما عمله الهلال في موسم 2009. كرر نادي الشباب حصل على البطولة، الأهلي قدم مستويات إلى آخر لحظة، حاول لكن في نقاط كثيرة خسرها الأهلي هي اللي ما أدت إلى فوزه بالدوري. أرجع إلى محور الحديث عشان ما نطلع، الهلال. الهلال صور الموسم هذا أنه يعني جدا سيء إلى أبعد الحدود، كأننا يعني في كارثة من الكوارث اللي حاصلة. يعني ما ابغى اروح ارجع للانديه، لكن احنا نتكلم بصراحه، اتحاد سنتين ما حقق بطوله، صح ولا لا؟ خسر العام مع الاهلي واللي قبلها كان معنا، يعني احنا مسيطرين على البطولات كلها، يعني من البطوله اللي 2009 2010 كاس الملك لم يحقق بطوله محليه، صح ولا لا؟ الشباب كان له سنتين، هذه البطوله اللي حققها اخر بطوله حققها كانت اعتقد كاس الملك برضه مع الاتحاد 4-0 على ما اعتقد، اذا كان ساعدني اذا كان انا ذاكرتي ما احنا همنا الحين هنا. اي انا اتكلم لك، انا اتكلم لك، كل المواضيع هذه تجر لانه في شيء اكبر من انه مساله الهلال سيء الموسم هذا، وهو يحصل في كل انديه العالم، يكون هناك اخطاء، اختيار خاطئ، ضعف اداري، ضعف فني، ضعف طبي، تتجمع كلها في ظروف معينه وتخرج في قالب ضعيف، لكن الاستمرار في الخطا والانديه الكبار هي اللي تبان هنا بالفارق. كيف تبان بالفارق؟ انها ترجع تنهض ترجع تسيطر على البطولات مره ثانيه. الشيء الثاني اللي انت ما تقدر تلومها فيه عده يعني في الجماهير تقدر تقسمها لعده اقسام، في ناس تحب نادي الهلال، تحب نادي الهلال هو نادي الهلال ككيان وتبغاه دائما في القمه وهذا دائما ما يعطيك الصراحه. في القسم الثاني انه عاطفي، العاطفه تغلب عليه، يعني انا احبك انت كلاعب او احبك كشخص كاداري كمسؤول كرئيس ك ك ك اني احاول حتى لو عيوبك اغطيها بالسبيل، وهذا احيانا يداوي ويجرح. والثالث مسير او اكثر شيء انه يعني زي الان، يعني انا ابغى اقول لك مثلا انه في هجوم
غير مبرر، مو بس الهدف منه هو نادي الهلال وكيف، وعلى الإدارة بالذات، وبالذات يمكن يكون الأمير عبد الرحمن وسام جابر أكثر شيء. أنا أكيد لي 23 24 سنة في نادي الهلال، أعرف وش اللي وش يصير خلف الكواليس. أكيد إنه هذا فيه شيء معين أهدافه تتخطى مسألة إنه مستوى فريق. إحنا قاعدين الآن نشتغل بعد موسم 9 و10 و11 و12، الآن لما جددنا دماء نرجع نشتغل. الآن الأمير عبد الرحمن نشتغل على الموسم القادم لنا أكثر من شهر، استراتيجية، معسكر، جهاز تدريبي، جهاز فني، جهاز طبي، كل الأمور هذه نشتغل عليها لأننا نبغى نرجع، لأننا نعرف أن إحنا في نادي كبير عندنا مسؤولية كبيرة. لكن الهجوم أحس أنه أكبر من هجوم مسألة مستوى الفريق هابط، ولا أخطأتوا في أمور كذا ولا كذا، ولا ما أخذنا دوري. يعني إحنا ما أخذنا دوري، لو قلنا إحنا لنا 10 سنين ما أخذنا دوري كان ممكن الزعل يمتد والهجوم يمتد بشكل يتقبله، لكن الهجوم صاير مو مسألة أنك ما أخذ دوري وبس. طيب وعبد الله فهمت قصدي؟ فهمتها، بس الهجوم اللي قاعد يتقبل او يتلقى ما عندنا مشكلة يستقبل عبد الرحمن بن مساعد والامير عبد الرحمن ولا سامي الجابر كلنا ما هم الهلاليين؟ هم الاطراف الهلالية؟ لا لا لا، احنا ما احنا جايين نوزع او نقطع نهر المسؤولية. انا اقول لك المسألة مين، مسألة فقط انه موسم سيء والهلال ظهر فيه بمستوى سيء، هوية الفريق مين كويسة، هذه أمور لازم أنك تتقبلها، الانتقاد تتقبلها ما في أي كلام. يعني ما في، أنت لما تيجي واحد زي مباراتنا مع الشباب الإماراتي آخر مباراة، أبزعل لو جاء واحد وقال لي مثلا والله فريق سيء، ما مش الكرة اللي قاعدين تلعبونها، معك حق، نعم إن شاء الله بنحاول نحسن. لكن إيه، بس أبو عبد الله على الجانب هذا اللي يهاجمون الأمير عبد الرحمن، يهاجمون سامي الجابر، هم من أي معسكر؟ من معسكر الأزرق نفسه؟ كل إحنا من اللي قاعد يهاجمنا أجل؟ انا اسالك من يعني انا قاعد الان تكلمت عن الجماهير من ربعكم يعني؟ بالعكس، الانديه الاخرى والجماهير الانديه الاخرى فرحانه فرحانه من مستوى الهلال. طيب وليش ربعكم يهاجمونكم بعض؟ ما نعرف منهم ربعنا هذول، ما نعرف مين اللي قاعد يهاجمنا حاليا، بس نحس انه كل شيء عندنا. يعني اذا كان تكلم على اشياء داخليه، مثلا نتكلم على اعلام ازرق، بعض الاعلام الازرق انا ما ادري، انا ما اشوف فيه اسم معين، ولكن في او بعض الناس اللي لهم اسماء اشوف نقاط، احس انها مين النقاط هذه اللي نحن. لو انت حريص على مصلحه النادي وتحب النادي يا فلان فلاني كاعلامي او ككاتب او كاي واحد منتمي لمنتدى الزعيم، تحبها تعالج وتتكلم وتكتب الاخطاء، والله خطاك يا سامي وخطاك يا هسك وخطاك يا عبد الرحمن، ولازم انكم تشوفونا اجانب السنه الجايه واحنا ما نرضى، ولا هذا تتقبله وما عندك اي مشكله فيه. المشكله انك انت كانك تحس انه في احد قاعد يبغى تتعادل، شوف ما تخسر بعد، تتعادل عشان يقول لك خلاص يا اخي امشوا ارحلوا. طيب بعطيك اياها، فهمت شو اقصد؟ بعطيك اياها، ارحلوا. طيب عشان ما نطلع، قبل ما نطلع هم هذا الهدف الاساسي لهم. انا هذا اللي حسيته، يبغون عبد الرحمن يمشي ما ادري يمشي. ما ادري، انا ما بالنسبه لي انا مو مكتوب صدق. عبد الله انت تقول هم يستمرون حتى التعادل يقولون امشوا. انا كل اللي اشوفه مو مساله انتقاد من فريق، انه يعني ممكن اقول لك 30 40% لكن 70 60% مساله خلاص هذه الاداره ارحلوا ارحلوا ارحلوا. والمشكلة انه مثلا زي منتدى الزعيم، يعني اليوزر نيم ممكن يكون واحد شخص واحد عنده 17 يوزر نيم، تلقاه يكتب موضوع ويرد على نفسه فيه، وده هدفها بدأ بالإثارة، لأن هذا فكر قديم، فكر قديم، تعرف المعسكر القديم. طيب إذا تلاحق على هالأشياء ولا ما؟ إيه لاحق، بس لأن الواحد يكون عنده واحد شخص واحد عنده 17 يوزر نيم، فيكتب الموضوع، مسجل ب 2004، مسجل ب 2003، مسجل ب 2005، مسجل ب 2006، سجل كل، يكتب الموضوع مثلا وتلقاه يرد على نفسه نفس الردود عشان يجمع اكثر شريحه ممكن، لان في لفت النظر في مساله هي ما اعتقد انها تتعدى كون ان الفريق يبغى له تصحيح. والعيب الاستمرار في الخطا، احنا كنا الى تقريبا 2011 موسم 2011 احنا ابطال الدوري بدون خساره، بطل كاس ولا لا؟ طيب اذا انه سامي الجابر وطبعا بقياده الامير عبد الرحمن المساعد يجهزون الان حاليا ولهم شهر يجهزون لتحضير فريق لموسم جديد، هذا معنى انكم مستمرين؟ هذا كل سنه، هذا حتى لو ما استمرينا هذا شيء مفروغ منه. كيف مفروغ؟ هذا عمل احترافي. يعني الامير عبد الرحمن لما غير منشآت نادي الهلال، وانت اول واحد شاهد على الكلام هذا، يعني لما دخلت نادي الهلال 2007 تقارن بنادي الهلال 2000 السنه هذه؟ لا طبعا، يعني كمنشأة الاعضاء الاتحاد الاسيوي لما يجون يزورون نادي الهلال كمشرفين ولا على اكبر
يشوفون نقلة نوعية في في في, في تغيير شكل النادي، لأنه نادي زعيم أندية آسيا وأكبر نادي أو أكثر نادي حقق لقب البطولات الأسيوية كبطولات أسيوية على مدى التاريخ، يجون يدخلون في الأول عبارة عن منشأة متهالكة، الآن قلبها الأمير عبد الرحمن، لما سواها الأمير عبد الرحمن وخسر عليها الملايين ما كان هدفه أنه بس فترة رئاسة بعدين باخذ كل عفشي معي بطلع، لكن صح ولا لا؟ صح. ولما هو يجي يقول لي يكلمني أبغى موسم قادم أبغى كذا 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 كذا، سواء جلست ولا ما جلست، يعني مو شغل أن تجي لما تلقى بيت أو جدار بينهد تقول حط لي بلكة بس مؤقتا عشان إذا طلعت من هنا تطيح على رأس اللي بعدي، لا هذا مو طيب. هذا ترى مو ميب سياسة الأمير عبد الرحمن أو سياسة أحد ينتمي الإدارة الأمير عبد الرحمن على أساس حنا نجي. أنا عشت في النادي بغض النظر عن علاقتي مع الأمير عبد الرحمن، ترى أنا واحد من أبناء النادي لي 23 أو 24 سنة من 1407 من يوم وقعت الله يرحمه أبو مساعد جابني ووقعت النادي الهلال إلى الآن ما طلعت من عراجة، ما بعد طلعت من عراجة إلى الآن، يعني راحت 24 سنة وأنا في نادي الهلال. ليه؟ لأنه في دمي، لأنه إذا هو حاله زين ترى حالي في البيت زين، إذا هو بخير ترى عيالي بخير. بس كثير من الناس إداريا نتكلم، أنت كنجم اليوم ما لا يشق لك غبار، في ناس كثير تراك وترشحك دائما أنك السوبر ستار الحقيقي في البيت الأزرق على مدار التاريخ، لكن في ناس كثير إداريا يربطون هذا الموضوع بعبد الرحمن المساعد، راح عبد الرحمن حيروح سامي. أنت سألتني سؤال، أنا بقول لك حتى لو ما كان فيه الأمير عبد الرحمن وطلب مني خدمة نادي الهلال وأنا قادر في ذاك الوقت وتوفرت لي الأدوات اللي أبغاها زي ما وفرها لي الأمير عبد الرحمن، ما ترددني أكون متواجد.